مشاهدينا مشاهدي بيت للكل، أهلا وسهلا بكم من فلسطين، من منطقة بير الزيت، منطقة الجميلة الأثرية، يعني منطقة مليانة من حكايات الناس، حكايات الفلسطينيين عاشوا بالوجدان وبالغنى وبالعادات والتقاليد. مكان رائع هنكون فيه مع الشعر ومع أنواع الشعر، خاصة الشعر الشعبي والزجل، وحنتعرف على كيف تحدث الوجدان الفلسطيني. لانا، صحيح يا شافكي، ومساء الخير مشاهدينا من جديد. وزي ما حكت شافكي، الشعر الشعبي موجود ومحفور في وجدان ايضا وفكر الفكر العربي. الشعر الشعبي، يمكن استاذ خالد كمان يعني راح يشاركنا الحديث، له اهداف ورسائل وغايات. سمعنا في الافراح، سمعنا في معالجة مشاكل اجتماعية، معالجة سلوكيات، سمعنا في عدد مختلف من المناسبات. عشان هيك اليوم حلقتنا عن الشعر الشعبي إن شاء الله راح تكون حلقة بضيوف مميزين. أنا بحس إن الشعر الشعبي الفلسطيني عامل زي حال الراوي للحكاية. طبعا يعني هو الراوي، هو عمليا الراوي. طيب، الليلة المنازلة بين بيت الكل وبين فارسي الزجل الفلسطيني أكرم البوريني وبلال فطيمي، والحكم سيكون الشاعر الكبير الشاعر الفلسطيني مراد السوداني، رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الفلسطينيين. هذه منازلة ستكون من نوع آخر. شعرنا الشعب الفلسطيني جزء من موروثنا الثقافي الذي نباهي ونفخر به بين أمم وشعوب هذه الأرض. وكما قالت لنا وشافكي أيضا، الشعر الشعب الفلسطيني ما يميزه أنه رافق الفلسطيني في كل مفاصل قضيته الفلسطينية، وكان عامل محرض على ضرورة النضال بكل الأساليب الممكنة والأساليب المتاحة. صحيح يا خالد، وأكيد مشاهدينا إحنا اليوم حلقتنا راح تكون حلقة مميزة، فمندعوكم إنكم تستمتعوا في الشعر الشعبي وبالتحديد الفلسطيني والزجل بالتحديد والحدة. لكن مشاهدينا خلينا نتوقف إحنا وإياكم قبل أن نستقبل ضيوفنا في بيت للكل مع هذا التقرير الذي يتحدث عن الشعر الشعبي الفلسطيني. الدير ديرتي والحي حي، وألا يمشغل ديوان حي، مهما تنوعت نظمه ومسمياته وتلون إيقاعه وتعددت أنماطه، فقد أبرز تفاصيل تاريخ نضالنا بكافة فصوله ومراحله. ولخصوصية المجتمع الفلسطيني وتعدد لهجاته وخصوبة ثقافته ووعيه، وهو الرازح تحت نير الاحتلال لقرون طويلة، كبير الأثر في تميز الشعر الشعبي الفلسطيني بمضامينه ومتنه العميق ومعانيه العالية التي تحث على القيم النبيلة ومكارم الأخلاق والرجولة وحفظ تعاليم الدين الحنيف وبر الوالدين وعدم التفريط في الثوابت الوطنية والأخلاقية وغير ذلك من جوانب الحياة النبيلة. الشعر الشعبي جزء أصيل من تكوين الفلسطيني المولع أصلاً بشغف المعرفة وسعة المدارك، وهو صاحب القريحة المتقدة بلاغة وإبداعا. وقد طور الفلسطيني تاريخيا أدواته الشعرية تماشيا مع تطوره الاجتماعي والحضاري، وهو صاحب الإنجازات الثقافية المتميزة، ولذلك امتاز الشعر الشعبي الفلسطيني بالتنوع اللامحدود التي منحه كل هذا البهاء. والشعر الشعبي متنوع متعدد الأنماط والقوالب، وهو الممتد من غور النهر إلى شاطئ البحر، ويمثل النغمة السحرية التي تتصاعد مع النفس البشرية وتسمو بها عالية. مشاهدينا مشاهدي بيت للكل، من هذا المكان الجميل من منطقة بير الزيت، الحقيقة يعني هذا المكان بدفئه، بدفء الحجر ودفء الأثار الحلوة من فلسطين، من رام الله، بنستكمل معكم لقائنا النهاردة. كمان حيكون في دفء بالكلمات، الكلمات الراقية للشعر الشعبي اللي بيعبر عن كل وجداننا ومفرداتنا في أي دولة ممكن نكون موجودين فيها. لكن بما أننا هنا في فلسطين،
تعالوا تبقى الحكاية فلسطينية. برحب بضيوفي. أوراق بيت للكل بتقول هيكون معاكم رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني. أهلا بحضرتك. أهلا نورني. وسهلا بكم. الشاعر الشعبي أيضا أكرم البوريني. أهلا بحضرتك. والشاعر الشعبي بلال فطيمة. أهلا وسهلا فيكم. سؤالي اسمحوا لي الأول لشاعرنا مراد السوداني، بسألك عن خصوصية اللغة وجمالها وهذا الحضور الجميل، إزاي كانت هذه الخلطة حتى يأتي هذا الحضور المختلف؟ دعيني أقول عندما كنت صغيرا تعثرت في بيت والدي بكتاب قديم بلا غلاف بمقولة لشاعر ومثقف فرنسي يقول: اللغة العربية هي اللغة الجمالية بصورة لا تضاهى. ويقول الشافعي أن اللغة العربية لا يحيط بها إلا نبي. ويقول الثعالبي بما يسميه شجاعة العربية. هذه اللغة عندما تمتلكها تصبح ملكا لا سلطة لك على أحد. بخيلك وخيلائك اللغوي تعبر إلى مساحات وفضاءات كصقر حوام في هذه الآفاق، ينظر من علن حيث يبصر ويتبصر في تفاصيل الأشياء. اللغة التي جعلت من المتنبي متنبئا ومتنبيا، وجعلت من حبيب بن أوس الطائي أبو تمام واحدا من عرافيها، وجعلت من حكيم المعرة أبو علاء المعري هذا العارف والفيلسوف أحد قناطر المعرفة الكونية، استنادا إلى إرث وموروث من الجاهلية حتى اللحظة، إلى أصغر قصيدة يتوجها مخيم جنين ببطولة وفداء وعناد في هذه الفلسطين، شهداء وبطولات وارفة وظليلة. أود أن أجدد الترحيب بضيوف هذه الحلقة: أكرم، بلال، مراد، والفتى الجميل ميسان عواد. وأقول في حضرة اللغة تذوب الألقاب. نحن كنا في العراق، أفردنا حلقة خاصة تحدثت فيها عن الشعر الشعبي في العراق، وفعلنا ذلك في الأردن، وفعلنا ذلك في مصر، نفعل ذلك الآن هنا في فلسطين، حيث خصوصية بالغة ودور هام جدا لهذا النمط الشعري الجميل. أنا بدي أسأل الأستاذ أكرم، ما المشترك؟ ونحن طبعا ننتمي، كلنا أقصد العرب، ننتمي إلى ذات الجذر الضارب في أعماق التاريخ. ما المشترك بين الأنماط الشعرية الشعبية المختلفة في فلسطين، في الأردن، في العراق، في مصر، وفي كل حواضر العرب؟ صحيح. بشكل عام يعني القاسم المشترك بينهم أكثر من تفرع فيه. مثلا على الجانب الحسي والمعنوي، إنه دائما الكلام سبحان الله الشعر الشعبي المحكي أقرب إلى النفوس وإلى الآذان، فبالتالي يعني ممكن أنا أحكي لمصري أو لأردني أو لخليجي شعر شعبي يوصله بكل تلقائية، وإذا تصنعت وتكلفت معنى ذلك إنه أنا وياه بدنا نضيع أو نكون فاهمين باللغة وضليعين مثل أخونا مراد. طبعا هاي الجانب المعنوي. في جوانب أخرى، مثلا أنه كل هذه القوالب اللي منغنيها في بلاد الشام أو حتى في المغارب العربية أو حتى في الخليج، هي أصلا مأخوذة من نفس الطقوس وقوالب الشعر العربي الأم الفصيح. يعني إحنا اللي على مستوى الزجل الشعبي اللي منغني هو بحور الخليل كلها، كل ما جاء من العروض الستاشر بحر منغني عليهن إحنا الشعر الشعبي المحكي، خصوصا الزجل. طبعا لما أقول زجل بس حبيت أنوه هنا منيح انه هو جزء من الشعر الشعبي، والحداء جزء من الزجل، وهكذا. في اختلاف بين الزجل بتسمي. في اختلاف بين الزجل وبين الحداء. طبعا في اختلاف. طبعا هلا القالب اللي بيجمع الكل هو شعر شعبي مغنى، هذا حتى نكون نتركه للاخ مراد ممكن يحط له تعريف يوم من الايام. لكن الزجل الشعبي مكوناته عندنا بفلسطين كثير متفرعه، وانتم بتعرفوا انه شعبيا يعني، واسمحوا لي، شعر الشعب الفلسطيني هو أبو الفنون هون بالمنطقة كلها، ومن هذه الدائرة من المنطقة اللي أنتوا فيها ومن شمال فلسطين تحديداً
انتشر أقرب إلى لبنان، إلى سوريا، إلى مصر، إلى الأردن، إلى وهكذا. في الروابط المشتركة كذلك، يعني مثلا أستاذ خالد لما أنا بغني بيت عتابة في فلسطين، وبيت العتابة عبارة عن بيتين من الوافر، وضروري أنه يكون في من الراوي فيه على حرف الباء. في العراق نفس الشيء، هو بيتين من الوافر بنتهي بالياء والتاء المربوطة، فهناك يسمى أبوذية، هنا يسمى عتابة، على أن يكون البيتين هذول يكونوا على جناس دام طبعا. طبعا يعني هو إعجازي أصلا، يعني مش بسيط. هذا مشترك بيننا وبين الأقرب شقيق إلنا اللي هي الأردن مثلا. بتلاقى عندنا الفنون المشتركة مثل الدحي موجودة في فلسطين وجنوبها، موجودة بالأردن. تلاقى عندنا الشعر الشبه النبطي إحنا، لأنه نقول إنه إحنا متعمقين مثل الخليج والأردن فيه، بتلاقيه موجود عندهم. بتلاقى عندنا ألوان اللي هي أغاني الزفات والنساء والرجال والأعراس، هذه مشتركة بالأردن وفلسطين لدرجة إنه يعني تختلط الأمور عليك. نعم، حالة من التماهي بالضبط. نشترك مع لبنان مثلا تحديدا بالزجل اللي هو منبري على طاولة وناس ومعنا قصيد كذا، هو أقرب إلى القصيد والإلقاء. ونتفرد بالحداء، يعني ما في في كل المحيط ما حداء، اللي هو الحداية الشعبية اليوم على السوشيال ميديا بسموه، اللي هو المربع والمقسوم والمثمن وألوان وكذا. وهذا طبعا الفن الوحيد في بتوقع في العالم اللي يقال شعر ارتجال، حتى في الراب في الغرب لا يقال بهذه الطريقة وهذه السليقة وهذه السرعة. احنا رح نحكي على الـ يعني ما يميزه بالضبط، واكيد رح نسمع في حلقتنا لليوم، لكن اعود بسؤال للاستاذ مراد السوداني بصفتك رئيس اتحاد الكتاب والادباء الفلسطينيين، وانت اديب وشاعر، حكينا عن الشعر الشعبي والزجل، هلا هنالك فرق ايضا واضح ما بين الشعر المقفى الذي يعني يعتمد على القافية وموزون وبين الشعر الشعبي، نحكي في هذا الموضوع وأيهما أصعب؟ يعني باعتقادي ما تفضل به أخي أكرم يعني يجيب على جزء من سؤالك اللي تفضلت فيه. دعيني أقول بأن الشعر الشعبي والوجدان الجماعي هو البئر الجوفي الذي يمتح منه الشاعر الشعبي كل هذه الفيوضات وهذا السيال من اللغة الثرة والعذبة التي يرتجلها والتي يلجف من خلال وعيه ومن خلال استبطانه لوجدانه الجماعي ولوجدان الناس وتفاصيل الحياة، ويذهب عميقا في هذه الجذور من أجل تظهير كل طاقة الخير وطاقة العطاء فيما يتعلق بفضائل المجتمع الذي يعيش فيه، ويتناول كل الحيثيات التي يعيشها ويشاهدها. واسمح لي هنا بس، الأستاذ مراد يعني عنده من الشعر الشعبي مثل ما عنده من الشعر الفصيح، وهو أكثر الناس علماً قديش الترابط بينهن وانه بحورهن واصولهن واحد هو بالشعر الام. نعم صحيح. وانا اتحدى انا لي نظريه بهذا الموضوع، هذا ما ساشير له حقيقه في هذا الاطار. ويذكر اخي اكرم وكل الشعراء الشعبيين الفلسطينيين اننا في بيت الشعر الفلسطيني قبل 15 عاما ويزيد اخي ابو محمود، كان هنالك اصرار لدي شخصيا بان نصدر دواوين للشعر الشعبي الفلسطيني لمساواته بالفصيح، واصدرنا غير ديوان في هذا الإطار، بمعنى أن البحور التي يكتب عليها الشاعر الفصيح هي البحور ذاتها إياها عينها التي يكتب عليها الشاعر العامي، بالإضافة إلى الاجتهادات. يعني ذات يوم سهرت مع في كفر راعي مع أبو الهيثم نجيب صبر الذي نرسل له التحية، وقد جمع الزجل الفلسطيني وأصدرنا له في بيت الشعر وفي اتحاد الكتاب صحيح. الآن في موسوعة الزجل لأول مرة، وهو الطواف في كل بلدان ومخيمات وأماكن فلسطين بحثا عن الزجل الفلسطيني وتدوينه لأول مرة، من المساء حتى الصباح فقط على الكرادي على نوع واحد من أنواع الزجل الفلسطيني. بالتالي الشاعر الشعبي الفلسطيني منذ قبل النكبة وبعدها أصل الوعي الجماعي الفلسطيني ربما أكثر من الشعر الفصيح، لأنه كان يعبر في الزفات والأعراس وأغاني البيادر عن الوجدان الجماعي، عن المظلمة الفلسطينية،
في المنافي في سوريا ولبنان وفي كل المواقع حمل هم الشعب الفلسطيني واستطاع أن يكون المنشد الجماعي والجمالي للوجدان الجماعي الفلسطيني. لذلك هذه الاجتراحات، هذه الارتجالية بهذه الفنية تحدي كبير، قلة وندرة من شعراء الفصيح إلا من البلغاء وهم ندرة الذين يستطيعون مجاراة إن استطاعوا. أقول ذلك لأرفع وأؤكد على دور الشعر الشعبي الفلسطيني. طبعا أتحدث عن الشاعر المكين، وهذه شهادة بنعتز فيها، أتحدث عن الشاعر المكين وأتحدث عن الشاعر الذي يفيض بكل هذه الينابيع بما يمتلكه من ثقافة ومن وعي ووجدان. عندي مداخلة قبل ما تسأل زميلتي شافكي، بدي أسأل أخونا بلال وإحنا بنحكي عن بك صاحب البيت. والله لا لا قول اللي أنت عايزه، تصحب البيت تصحب البيت، هاي أول أفة مصري. طبعا وإحنا بنحكي عن بيت العتابة، وكأني ببيت العتابة يعني تتجلى فيه كل جماليات الشعر الشعبي. طبعا هل هذا يعني أنه بيت العتابة هو الأعلى منزلة من بين كل صنوف الشعر الشعبي، زجل وحداء وخلافه؟ نعم أنا بتصور أنه أنا بسأل هذا السؤال لأن أنا منحاز لبيت العتابة. نعم كلنا أنا من وجهة نظري أنا من وجهة نظري الشخصية العتابة هي عمود الزجل الفلسطيني. ما يبنى، من يتقن العتابة يتقن جميع أقسام الزجل الفلسطيني. العتابة هي وحدة موضوعية شرط أن تكون داخل النص ولا تخرج عنه. بيت العتابة يجب أن يكون مترابط، هو عبارة عن أربع شطرات، ثلاثة بنفس القافية لكن المعنى مختلف، وبتنهي الرابعة بحرف الألف باء. لازم يكون ذات نص وموضوعية مختصة في بيت العتابة. أنا بتصور من وجهة نظري العتابة هي عمود وعصب الزجل الفلسطيني. جميل. أنا سؤالي حيبقى مختلف تماما بعد إذنك يعني. تفضل يا ستي. سؤالي مختلف، يعني إحنا موجودين في مكان أثري، مكان فلسطيني قديم جدا، يعني حضراتكم بتتكلموا، أنا أحيانا كده بصراحة أسرح وأبقى مش مصدقة أن أنا قاعدة في فلسطين، قاعدين في مكان أثري، البيوت، الناس، أصوات أصحاب البيوت موجودة، مكان للشاي، حضراتكم بتتكلموا عن الشعر، وحاسة أنه الشعر كان هو أيضا سلاح المقاومة الوجدانية اللي أول ناس. صحيح. يعني أنا بحس انه كتير من الشعب الفلسطيني جواه شعر كبير، يعني من حضراتكم ومن الموهوبين. صحيح. لان هم بيعزفوا الحان طول الوقت، الوطن غالي وبيخلينا كلنا عندنا شجون. نعم. فما بال الحال هنا. فانا يعني عايزه ارجع واسمع من يعني شاعرنا اكرم البوريني، نبدا نسمع مع بعض يعني عشان انا اسرح اكتر واتامل اكتر. احنا حبينا اصلا يعني انه اليوم نعطيكم نبذه عن الشعر الشعب الفلسطيني، فاخترت انا شخصيا لون اسمه القصيد. تمام. نسميه القصيد لانه على بحر الوافر ومن الوان الشعر المنبري، وحبيت عشان برنامجكم بالذات يعني انه اكرم الاردن ومصر والعراق وفلسطين فيه. شكرا. فاذا بعد اذنكم تسمحوا لنا نسمعكم شيء. خدني خيال الشعري وحلق بالفضاءات العلي، أحلق بالزمان وبالأماكن على صهوة أوراق السرمدي، أطير وأهبط أحلى المواطن، جن وحدها ينبوع مي، ومضافي وكيف وخيول وصوافن، صوارم مقابضهن هاشمي، أكز درع جبل أخاب فاتن، ويرد الروح بعد الآه فيه، وكرم عموني دق لي الهاوي
فيلادلفيا انت لا قهوه بدوي اوف وحلى البتراء اشوفه نور باين وانا اللي اسال بروح الوفي انتم نايم يا احلى الخزاين وادي رمي جاوب اردني واشرت وجهي تبعني العناين على ارض التلاقي المرغدي عصار اثنين وعيني تعاين ملك اشور وكسور البهي وسمعت بابل وست الجناين البعدها معلقة بالعالمي اوف وهيبة مئذن التاريخ كاين لاوي خسرها بايده الشقي ولمعة زخرفة نجف الحناين الحلاها من تمور الناصري واسمع كاكا كردي ما يهادم يندع على الفا والساحلي ما هو فلاح من بيجي مراهن على شنوب الرمادي العنتري اوف واثوري وصابئي وبصري همزة من عهود الفاتحين العسكري اوف 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 واثوري وصابئي ومصري مزامن عهود الفاتحين العسكريين نفس الصوت والنغمي تعاون ثقافات العراق الوحدوي وصدى والصدى يخلي الفرات إن كان قاس موج يصيح لا للطائفي وأغرب وجهتي الأرض الكنائم على أم الحياة الدنيوي أدلي دلت بدلت الحساين وأغرب مرجلي وعز وحمي وأصحي بعد 7000 ثامن من عهود الحضارة الأولي هيبة ومعبد وكرسي وفراعن من كنوز الحضارات الدري وحربة هكسس وعربة فراعن وأبو الهول الملا الصحراء في ومعبد سنبلي ومعبد سنبلي حجار وبساون بعد الغروب ليلي فاطمي وهرم مغرور من كبره ولكن بحق كله يصيب النرجسي وعبد الباسط العرب بشاف سقام الملحد وروح العصيب وطاح حسين وعيون اللي شاف ضعف ما شافت عيون البري اوف حليم وام كلثوم ودناد عود كلها لي مسرحي وحليم وام كلثوم ودناد عود كلها لي مسرحي 7000 والتاريخ صاف بام الدنيا شو حلو غني وعود لهفه الارض المواطن رجعت بعد ما كانت سبي اعود الموطن اغلى المواطن برجعت غيبتي كانت
سبيل ابوس ترابها سد المدائن يبوس وبوس لجبين العلي واحضن حبها والسور ماكن رغم رد شرط خلاه الضحي وطوف المسجد الأقصى الآمن بهمة كل حطى مقدسي وأعانق قبط الصخرة مآمن باللي مذهب إيده التقي ومحل ما بالقيام الصم كامل أحس بإيد بتربت علي وأصحى صدى صوت المآذن بعد أذكار عفوي شجي وعدقت صول جانب إيد كاهن شرقي والجرس بيدق في وعدخل ملك جاي بدون آذن يقول لي شعبك بعمق العربي رح يعيد بعنفوان القضية. أنا قلت إنه في حضرة اللغة تذوب الألقاب. أيوة. الآن في حضرة اللغة يذوب كل شيء. الله يسلمك. بس بدي أسأل أنا شافك ولانا يعني لو أنتوا قرأنا وإحنا حدا فينا قرأ قصيدة مقفى قصيدة من الشعر العمودي لأعتى شعراء الفصحى مع مين بتتفاعل؟ أنا بصراحة مع هذا النص لأنه أولاً اعتمد الارتجال أساس فوصف فلسطين ومصر والعراق والأردن وصف هذه الحواضر بكل تلقائية وعفوية لكن في جمالية عالية في لغة عالية في فنيات في رقي باللغة في رقي في اللغة واضح انه في رقي بالفكر علشان هيك اسمح لي استاذ خالد وانت صاحب البيت الله يسعدك عندي اسال الاستاذ بلال يعني انا اللي انتبهته بدها بديهة نعم يعني الشاعر الشعبي اللي بيحكي الزجل هو إنسان ذات بديهة يعني فيض خاطر إحنا مرات بنحكي كيف بجيب هذا الكلام كيف بيرتبه كيف بصفه كيف إجا فجأة أكثر سؤال بنسأله طبعا بنسأله بعد إذن بلال نحكي على هذا الموضوع يعني كيف بيجي الكلام هذا نعم تفضل لا لا يعني بإمكانكم أي واحد فيكم يجاوب يعني هو البديهة هذه عنصر مهم في الشاعر بدها ذلك والمعرفة والعلم بالشيء أفضل من الجهل فيه هو شعر خيال واسع هو فضاء يجوب بأجنحته يحلق وآخر شيء بيختلص أو بلخص كل موضوع خيالاته وطموحاته في قصيدة أو في بيت عتابة أو في بيت معنا نعم. هذه السلاسي المطلوبة سرعة البديهة هي من أهم أسس الشاعر الشعبي أنا بس أعقب معلش تأكيد على كلامك هو فعلا أكثر سؤال سئلنا سواء في الحفلات أو في على السوشيال ميديا بيجيب الحكي إنه باختصار من وين بيجيبوا الحكي أو كيف بتصفوا الحكي في ناس تحكينا هو في الحقيقة هذه يعني قبل الدراسة قبل الثقافة قبل كل شيء وقبل التعليم تأتي الموهبة إذا كانت بذرة الموهبة موجودة الهواية بتتطور بتصير موهبة الموهبة تصقل بتصير قدرة عالية بعد ذلك بتصير خبرة أنت قد ما بتأخذ في حياتك دروس وبتتعلم وقد ما بتصير مكمل مثقف سواء أكاديميا أو دنيويا أنت قاعد تسقل في هالخبرة اللي عندك يسهل عليك الإلقاء بعد ذلك أنا عم بغني مربع وأهوى وأسهل أنواع الحداء عندنا في فلسطين بكون أغني على مجزوء بحر وبكون في عندي أربع قوافي ملتزم فيهن وبكون في عندي وحدة موضوعية وبكون في عندي صورة أقل ما فيها أترك صورة شعرية في البيت حتى لا يكون الكلام عبثي يعني إنه مش جدال وهون يعني بنصح دائما الناس إنه تفرق إنه حتى في أي شعر شعبي عربي في هناك الغث والسمين في الجيد الممتاز النخبة اسمعوهم وابعدوا عن يعني الشعر الفلسطيني الشعبي هو اللي أنا بقوله على شاشتكم يعني وعلى برنامجكم اللي بدي استغله هو الذي يدعو للمحبة للفداء للبطولة للسلام للحب للتآخي مش إحنا الفن اللي أحيانا بدخل علينا دخيل وشوه بعض العناصر بحجة إنه فن شعبي هو حقيقة مش شعبي ما بدي أذكر أسماء ولا أذكر عن إيش المقصود فن الشعبي جميل سواء أكيد. كان في فلسطين أو بالأردن أو بالعراق أو مصر أي دولة عربية فن الشعبي عبارة عن شعر أتركه للأخ مراد يكمله سؤالك يا سيدتي أعمق من أن نتحدث عنه بعمق يا سلام بمعنى أن في الجاهلية كان للشاعر شيطان يوحي له شعره
وبالتالي من هنا أتت الكهانة والسحر واللغة سحر أسود والشعر سحر أسود أيضا، بمعنى أنه يهيمن، اللغة تسيطر عندما تكون في مصاف الرفعة وملكوت المجاز ومعنى المعنى بلغة شيء روحاني في الموضوع. نعم، وبالتالي حتى الشاعر سواء الشعبي أو الفصيح قديما وحديثا ينبع الشعر من منطقة، حتى الشاعر نفسه أحيانا يكون غير مدرك من أين تأتي هذه المنابع. طبعا كما تكون يعني مساحات مغلقة يتفجر، وبالتالي ألا إن كل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر كما قال الشاعر الجاهلي. طبعا أنا متفق معك جدا. هل نقدر هنا حنقول بأنها قريحة الشعر، الكلمة اللي بنسمعها هي ومنطقة ما ورائية توحي للشاعر شعر وللموسيقي موسيقى وللفنان فنه. طيب، فبالتالي الموسيقى هي من الميوزات في اليونان، صح، يعني تحوير من الميوزات، وهي الآلهة التي توحي لكل شاعر ولكل طيب فنان ولكل مبدع إبداعه. حقيقي كلام عميق ومحترم جدا، بس خلينا بما أننا في هذا المكان الجميل الأثري واللي انتوا برضو يعني الحقيقة يعني نحييكم، انتوا محافظين زي ما محافظين على الأرض ومرابطين، محافظين كمان على أنه لهذه الأرض تاريخ وإرث، عبقرية المكان. تسمحي لي هون أختي، أنا لسه ما سألتش. ألا أنت سألتي قبل فترة سؤال مر مرور الكرام وأنا حبيت أعقب عليه مصر. طيب، اللي هو لما حكيتي أنه إحنا هون بهالحوش والناس وريحة الشاي والميرمية والدفء، وكأني أشعر بك بدك تقولي أنه أنا متفاجئ بأنه الشعب الفلسطيني ما زال حي يعني بعد كل معانا وكذا. لا أنا بالذات ما بقيتش متفاجئة، لكن أنا يعني عندي اتجاوزت هاي المرحلة، اتجاوزت المرحلة دي يعني جيت أكتر، يعني جيت المرة اللي قبلها وشفت. أنا متفاجئة بأنه أنتم، وحرجع لسؤالي تاني أستأذنك، أنه إحنا مش بس بنحافظ على حدود دولتنا وأنه نرجع تبقى دي دولتنا دولة فلسطين، لكن وإحنا بنعمل كده كمان بنحافظ على المحتوى اللي جوه، لأنه تتم سرقته حاليا. حقيقي أنا عارفة، عشان كده أنا بسأل هذا السؤال. أيوه، اللي أنا عايز أسأله، السؤال هو إحنا بنتكلم عن الإرث، فإذا كان الإرث هنا في الحجر قائم ومحافظين عليه، فما بال بإرث الوجدان؟ يعني ما ذكرتوا حضراتكم هو إرث وجدان، يعني بتحكوا عنه بتقولوا. إحنا في زمن مختلف، في زمن سوشيال ميديا، زمن الإنترنت، زمن ذكاء اصطناعي، والدنيا مشغولة جدا وانتوا مشغولين جدا، إزاي هتقدروا تحافظوا على ده من خلال المؤسسة اللي حضرتك بتشرف برئاستها؟ أولا دعيني أقول أنه منذ ثورة 36 وبير زيت هذا المكان بما فيه من مكانة احتضن مقر الجهاد المقدس وقادة ثورة 36 عبد القادر الحسيني رحمه الله بطل القسطل. صحيح. أقول لماذا 36؟ نوح إبراهيم الزجال الشعبي، دبرها يا مستر بيل، الذي كان يجلسه وهو أول شاعر عز الدين القسام في مجالس الثوار منشدا ومؤكدا على مقولتهم كوزير إعلام لثورة 36، والذي استشهد وهو ابن 27 عاما وبندقيته في كتفه وألقي به في بئر بعد أن قصب الطائرات البريطانية والاستطلاع الصهيوني. لذلك أقول رجوعا بعد نكبة العام 48، الزجال والشاعر الشعبي هو الذي حفظ هذا الإرث كماء ثقيل وآبار جوفية في الوجدان الجماعي من أجل حفظ العادات والتقاليد والإرث والموروث الذي نواجه به هذا الطوطم النووي، والذي عبر سيال الزمن والتاريخ نحافظ على المكان على الرغم من محاولة تفسيخ المكان وتمزيقه وتقطيعه وتقطيع أوصاله. وبالتالي من خلال هذا العناق ما بين الكنيسة والمسجد هنا في هذا المكان الذي يتسع بقوة المعنى، بهذه الحجارة القديمة بما يطلع منها من نبت بأنساغ خضراء هي قوة الحياة الفلسطينية وهي الخير العام لهذا الوجدان، نحن نحافظ ونعض بقلوبنا على هذا الموروث كما نعض بقلوبنا على هذا التراب المقدس الذي هو بلاط للسماء. وبالتالي نحن نحافظ عليه لأنه ماءنا الثقيل، ولأن هذا الاحتلال يريد تمرير رواية مفبركة ومزورة ومنقى
عبر شكول زيوفه من أجل الإتيان على الوجدان الجماعي الذي يشكل الإرث والموروث والزجل الشعبي والعادات والتقاليد والأغاني وزفات الأعراس. تخيلي في المستوطنات يدربون الدبكة الفلسطينية، يستولون على الحطة الفلسطينية، يسرقون شجرة الزيتون ويقطعونها. نحن هذه الشجرة المباركة، وبالتالي عندما تحضن الأم، وهناك صورة لأم فلسطينية قطعوا شجرة الزيتون في حقولها فاحتضنت الجذع، لأنها تشعر أنها هي الشجرة. الغرباء يقطعون هذه الشجرة لأنه لا علاقة لهم بالمكان. طيب، وانت تحكي عن الحمل الملقى على عاتق الشاعر الشعبي في كل جوانب الحياة الفلسطينية، لنا في خصوصية في للحياة الفلسطينية. الشاعر الشعبي مشروع ثقافي تربوي توعوي يشكل رأي عام ويقوده ويوجهه بالاتجاه الذي يريد، هذا ما يفعله الشاعر الشعبي. عند سأل الأستاذ بلال، لأي مدى ممكن اليوم في ظل أشارة شافكي أنه إحنا في عصر الإنترنت والسوشيال ميديا وهذا شغل، قبل شوي كانت تحكي لي في 70 مليون مصري بتابعوا السوشيال ميديا كوسيلة اتصال بالنسبة له، هذا يومه، هذا شغله الشاغل. لأي مدى ممكن إحنا الشاعر الشعبي أن يقوم سلوك ما أو أن أن يكون له رسالة وهدف وغاية؟ بالضبط. أنا بدي أحكي عن الجيل الشاب، أستاذ بلال. نعم طبعا، هو الرسالة التوعوية ضرورية جدا عبر الشعر الشعبي، حتى لو اختلفت التضاريس، حتى لو اختلفت المناخات، حتى لو اختلفت الحضارات والإبداعات والاختراعات، رح يظل التراث هو تراث، لكن بدك توجد رجل يوصل الرسالة الداخلية في كافة المناحي. وأنا بشوف أنه الشاعر الشعبي هو أحد الوسائل الملحة واللي ذات الاهتمام واللي عليها العين أنك توصل رسالة تراث الشعب، ونظل محافظين على تراثنا. الأخت شافكي والأخ مراد والأخ أكرم، وأنت حتى جبت سيرة أنه موضوع التراث والعقود القديمة والأحجار القديمة، هذه هي الشاعر الشعبي مع هذا الحجار هو روح واحدة. هو بس اسمح لي اضيف بدي اضيف الكلام اللي حكيته استاذ خالد واختنا شافكي. نعم. انه لما حكيت لكم بالمواكبه وما سمعتوني كيف بحافظ على هذا في عصر السوشيال ميديا، كيف لاحق هذا التراث بالمواكبه، كيف يعني مثلا احنا من الناس اللي غنينا عن المحراث وعن التراث وعن الحجر وعن دلو الماء اللي كان من والعقد والبيت والركوة والكذا. نعم. أدوات، حتى أدوات الزراعة التراثية غنينا عنها، غنينا عن مناكفات أخرى في حوارات، غنينا عن الفلاحة والمدنية، غنينا عن القرية والمدينة، غنينا عن كذا سمرة وبيضة وكذا، هذا كله لون كذا. اليوم في زمان السوشيال ميديا غنينا عن الحاضر والماضر والماضي، غنينا عن السيارات. نعم. في بعض الحوارات غنينا اللي راكب سيارة سوبارو، اللي راكب سيارة كذا، اللي سيارة كذا، هذا مش حداثي، اللي هو هذا الشعر بالحق يعني تعليقا على الحداثة يعني. غنينا عن الذكاء الاصطناعي، أنا ذيك اليوم بشطرة وإحنا مغنية بلال، ما قلت لك إنه خايف يجينا يوم نستورد حداي من الصين؟ صحيح. وبعدين قلت لي روبوتات وصار هذا اللي بيميز الشعر الشعبي الآن. يعني كمان من أدوات الشعر الشعبي هي القدرة على الارتجال، لأنه يعتمد على الارتجال أساس. صحيح. لأن إحنا لو بدنا يا أنت وأخونا بلال تعملون حوار حول شيء ما تختاروا انتوا، ربما احنا نكون جزء من هذا الخيار تاعكم. اختار بدنا لا انتوا احنا سنترك لكم الخيار ولا لا استاذ مراد؟ واحنا بنسمع مقطوعه حواريه حول اي موضوع تختاروا. معناها نعمل مربع اللي هو لون الحذاء جزء من اللي هو المربع. احلى الحواريات بتكون على يلا، لانه ما فيها ردي وما فيها لازمه موسيقيه، بتكون رد صدمتني. نعم، بنخلي السياق الموضوع في فلسطين. شفت انت عندك فكره كم شيء؟ يلا انت احكي وانا انا فلسطين. يلا يلا سمعنا. نحكي عن دور الاباء، نعلم الكورة ما في جلسة من الأصدقاء، تنعرفهم بالعنوان أنا، تنغني ونفتح موضوع يرضينا ويرضي الجموع، من دونك ما ضو شموع ودوني ما في شمعة دان. فلسطين بلاد الخير يلي بتقاوي للغير، وتطعمي حتى للطير تيصيري عن الجمحان أنا. يا فلسطين بلاد الطين حيثك أولى الكبلتين، أرض الزيتوني والتين وأرض العين
والعنب والرمان فلسطين أرض الكناني وعلى الجنوب اللبناني وعلى هامش عماني محلى التل ومحلى عمان فلسطين الخضن الأخضر أو حضن البيضر للبيضر فيها لو تلك الجوهر بيغلى سعر اللمعان لك محلى اللوزي والديني وخبزي حلو الطاميني عالثوب الفلسطيني لمزركاش بأحلى الألوان فلسطين بلاد الخيرات مهبط كل الديانات وفيها أرخى الجانحات البراق بطه العدنان على برضو عم الحضارة موجودة ولسه صدارة وبطريق التجارة كنا الأوسط بالمكان أنا يا فلسطين بلاد الخير حدك مصر للبشير فيكي لو بيمر الطير بيحفظ من قدس القرآن من شمالك طبرية على حدودك سوريا واللي بعد منها تركيا نحنا جبناهم على الأوطان أنا يا فلسطين طرابك طيب القمر من حسنك قريب بيستنى الشمس تتغيب ويلاقيكي بالأحضان بيقولوا مصر بتكتب وإحنا بنقرأ وبنطلب وبنطبعها ويا فتخطب ما زالت فينا عنوان أنا يا فلسطين بلاد الوعد أرض المصر وأرض المهد عم شكتي عقلاع المجد وصرتي على العالم سلطان كانت يا فالبرتقال اتصدر أرض الشمال ويقول جنوبي تعال تنطعم حتى البدوان ألا نتذكر حبة صفا والدين الديرة يا فاء ومنها حبة جوافة بتروي السقم بالوجدان ألا في قلب مدينة أسدود اللي ما بتصبح أجدود لو يبنوا عليها سدود وهذه من دم الشريان ألا أما الحلوة من الرشراش عاش الهوى فيها عاش منها من سنة الستاش قلبي بيحضن خلقان على عندن غرج بالغور وامشي على الأردن تنزور نقطع طور ونلقى طور ما بين القدس وعمان الضيوف الفلسطينية الله يحيي المصرية وتعيش الأردنية من القاهرة لعمان على نقطع سينا على الأحباب نوصل على مصر الألباب وهناك أهل الكتاب واللي لهم طيبة والشام يا فلسطين بلاد الأجداد ما فيك لون السواد والدين الديرة بغداد العراق وقلبي عشقان فلسطين البترب أولاد يسمع آباء وأجداد على ذات الاعتقاد ما نحرف بوصلة الشام إن جيت تحكي عفلسطين دون حرفك وبسطرين في أحضان ابن السنتين بتعد وعلم وبيان فلسطين بأرض النقب بتغني لبدي وبارب شمال بيشبه حالب وقدود ومعاني وكفار فلسطين العمي والخال معشوقة قلب البلال من الجنوب إلى الشمال من الغرب وشرق من الآن لك بالحفلات الشعبية بنغني البداوية وبرضو على الدحية نشترك فيها بإتقان نغني لون القصيدة بالمعاني الجديدة وبتلقى الجملة المفيدة محصورة بذات اللسان كل الألوان الصبابة نغنيها عيما ويابا أما لون العتابة هذا تخصص عنوان يعطيكم العافية. أبدعتوا فيها أبدعتوا أخذتونا في بيت للكل من دولة عربية لدولة عربية لبيت للكل لا ونقلت من محافظة لمحافظة من محافظة لمحافظة الله يعطيكم العافية حق جلد كتاب التاريخ طبعا الله يعطيكم العافية رائع رائع جدا تأثير المنطقة وانعكاسه على البيئة الشعرية يعني هلا مثلا البدو نحكي لهجاني عندنا في الأردن لهجاني ومثلا بنيجي على في كتير قريب منه لصحراء سيناء نفس الشيء الصحراء الأردنية المهجنة لهجاني الآن لما نيجي مثلا لفلسطين أنتوا إيش تحكوا هالمناطق البدوية الشعر السامر والدحية في بعض المناطق السامر في بعض المناطق الدحية في بعض المناطق الحداء والحداء نعم هلا كم المنطقة إلها انعكاساتها والبيئة على الشعر الشعبي بشكل عام يعني كيف بتخلق؟ اسمح لي؟ تفضل إحنا عندنا هنا البدو إن طربوا وقالوا رضحا فهو هجيني وإن فرحوا
وعم الفرح، فهذا دحية. يعني لازم تقوم ناس البدو توقف الصف الأردن أو بالنقب في صف الدحية، وهو يختلف عن السامر. رح أوضح لكم الفرق. الدحية ليش بيختلف السامر عن الدحية؟ السامر هو لون فلاحي بحت، لا علاقة للبدو فيه ولا علاقة لأهل الحواضر والمدن فيه، هو فلاحي بحت، بحيث أنه إذا قيل كان يبدأ أول كلام بصلي على النبي الهادي. نعم. هذا هو السامر. نعم. اللي عليه النور بزيادة مسك بي، وهكذا حكي. هذا كان الغناء. أنا اثنين ثلاثة يكونوا بالصفان وصف غيرهم شباب الكبار يغنوا، يردوا عليهم نفس الحكي. نعم. ريحوهم يعني مع سحجة إيقاعية بالفطرة، لا كان في أورج ولا كان في أدوات موسيقية. تخيل انه هذا اللون السامر كانوا الفلاحين قبل ظهور الشعراء والحداد والزجاج يحيوا ليلتهم كامله فيه. هذا مثلا، هذا السامر فقط. نفس الشيء في مناطق الجنوب الفلسطيني، في بئر السبع، في رهط، في مرشراش، كان هذا اللون البدوي نبطي اذا قالوه شعرا، ودحية اذا كان في فرح زي ما حكيت لك، وردحا اذا كان بهجان. ايش يعني؟ يعني ممكن الهجان تدخل في الندب والرثاء، وممكن تدخل في الحزايني، وممكن تدخل في، صحيح، ممكن في الفراق وفي الحبيب وفي الوصف وفي كل شيء. طبعا هاي الالوان في منها الايقاعي وفي منها السماعي وفي منها المنبر القصيدي. زي ما نقول هون بضل الشمال الفلسطيني، اختص هذا الشمال الفلسطيني بلونين، هي العتابه والحداء، تحديدا الحداء. وصل العتابه من فلسطين لباقي البلاد زي ما حكيت لك، وبنفس الوقت الحداء ما انتقل اسرع. لماذا؟ لأنه كان قائم على الارتجال بحت. يعني ممكن أنا أفكر ببيت عتابة وأقوله في قاعدة أو بمهرجان أو فعالية، لازم نسمع عتابة بالمناسبة. لكن في الحداء المربع كانوا زي ما غنى قدامكم. طب أعطينا مثال ببيت عتابة. نعم، مثال ببيت عتابة. يعني أنا مثلا بدي أحكي لك أنه صغير عشان ما عايزين ناخد شوية كلام معاكم. أكثر الحكم عند الناس واحد. أما يحضرني بيت بدي أحكي لكم إياه، لأنه بعتبره أنا بنفسي يلخص قضيتي. يلا بقول فيه طبعا، بس أوضح لأخواتي أنه بيت العتابة قائم على جناس تام، بمعنى كل قافية تختلف عن الثاني بالمعنى، فإذا كان نفس المعنى البيت مكسور أصلا. الميكروفون بس. يعني إن قلت أنا في بيت عتابة مثلا، يلا يا بلال هاي الناس حية، بعد هيك أقول أخوات حية، هذا مكسور. أما إذا قلت له يلا يا بلال، يلا يا بلبل الأحباب حية، واللي زائرين الليل حي، بمعنى الحي تبعي، لأن الروح فينا اليوم حي كذا كذا كذا. هاي ثلاثة وبختم. هذا بيت عتابة. من سمعك بيت مثلا من أجمل. أعطينا أرضية شيء. ما قلت بحق الكان يسأل رب ما الحق، الولا مرة بدينه رب ملحد. وصلنا بالتشتت ربما الحد، ولكن بالنهاية الأيام. يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو يا بو اوفا 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 عجيبي عجيبي يا وطن قطع الحدة، وسيع لما بعد الأرض حدا، ولو بتطعت شاين ونبع المي حتى يكوب تتغيري ونتمصنع ثياب. كن طلقي من شفايفنا يا بوسي، صيبي أرض صاحبها يا بوسي، إن كانت ذابلي ولا يا بوسي، بنروي ترابها بدم الشباب.
وردت عابير كل غربي تمليت وبسحر المنظر الفات تملي. وردت عابير كل غربي تمليت وبسحر المنظر الفات تملي. أنا نطقت الشعر بلساني تمليت القوافي وعتبت بيت العتاب. لك الله كريم بترجعوا يا أحبابنا، الله كريم بترجعوا يعني ساعات بتخيل ان احنا نطفي الكاميرات ونودع مشاهدينا ونكمل حوار يعني حتى تعود فلسطين، لكن يعني الكلام لن ينتهي، لانه الزاد اللي موجود في الوجدان عند حضراتكم يكفي يعني انه يقاوم ويناضل ويصحي الوجدان طول الوقت. انا شخصيا اتشرفت واستمتعت جدا حلقة غنية جدا كانت اليوم، مليئة بوجودكم مليئة بالمشاعر يعني اللي الحنونة والدافئة لفلسطين الحبيبة، عشق الجمال والمنظر والحجر، هذا حتى الحجر بنشعر فيه بينطق بينطق بالحق الفلسطيني. فالله يعطيكم العافية وحلقة رائعة جدا. ما غنيتوش لبيت للكل؟ غنينا بأرقى الأبيات لبيت الكل من النغمات، خصوصي على الأربع شاشات ولا على الستة شاشات، بدل ما تشكرني بالذات طلتكم المشكورة. الله مشكورين مشكورين، حلقة رائعة جدا. احنا بدنا نشكر حضوركم في بيت للكل من هالمكان اللي رائع جدا في رام الله، وبالتحديد من منطقة بير زيت اللي كنا نتحدث برا الهواء شو سبب تسميتها. مشاهدينا الأعزاء، وبهيك انتهى مشوار حلقتنا لليوم من برنامج بيت للكل من فلسطين الأبية وبالتحديد من رام الله بير زيت. إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم بإذنه تعالى، دعاءنا لله عز وجل بأن يعم السلام والأمان للوطن العربي ولفلسطين كل التحية والتقدير والاحترام لهذا الشعب الصامد في كل أرجاء فلسطين. بهذا ينتهي لقاؤنا بكم في حلقة هذا الأسبوع من بيت الكل، لأن اللقاء سيجمعنا بحول الله في حلقة الأسبوع القادم. أكيد أنا كمان بدوري زي ما طلبوا مني تكون باللهجة المصرية ضيوفي الكرام المحترمين، أنا كمان ببقى دايماً هنا شعوري الحقيقة مش بعرف أوصفه، يعني شعور كده يعني بالفرحة بالطبطبة بوجودنا، يعني هذا الشعب يستحق فعلاً مننا إن احنا دايماً نبقى موجودين. صحيح مش الكل بيقدر يجي، لكن ياريت لو الناس تقدر تبقى موجودة وتيجي بنفسها، لكن الدعم مش بس في القلوب، الدعم إن إحنا كلنا نبقى دايماً رافعين قضية واحدة، قضية أرض فلسطين وشعب فلسطين ودولة فلسطين اللي دايماً هترجع طول ما إحنا موجودين وعايشين وحافظين للذاكرة دي. اللقاء انتهى، لكن لسه للحديث دايماً بقية في بيت للكل. أصبحوا على خير.